قبل أي علاج، لما يعلم الشخص أو يشخص عنده مرض، أول خطوة مش هي تخلع، أول خطوة هي أنه يغير نمط عيشه ويقوم بغسل الجسم ديالو من الداخل. ممكن يغسل الجسم ديالو من الداخل، ممكن، وخاصو يكون قادر على هذه الطرق، خاصو يكون قادر عليها، لأن كاين اللي باغي يتعالج وما باغيش يسمح في بعض الأغذية. أنا باغي نتعالج نعم، ولكن خصني ناكل المشوي مثلا. اللي يقول لك أنا باغي نتعالج ولكن خصني ناخذ بطاطيس مشوي، طبعا يعني هنا لا، خص الناس يعرفوا بأن مشكلة هذه. نعم هذه مشكلة. طرح السموم تكون أولا بالامتناع عن تناول المواد السامة. أنت باغي تطرح السموم ومازال كتاكل سموم، ما عمر هذاك الجسم غيتخلص من السموم. يقول نعم، خصو التوقف عن تناول المواد التي تحمل هذه الأشياء من المضافات الغذائية، من المبيدات، من أشياء. هذه هي الأولى. ثانيا انتهاج طبخ نظيف في الطين، في لينوكس ولا في النحاس. نعم جيد، هذه النقطة الثانية. ثالثا خص العامل ديال الجوع. كاين الأمريكيين كي عندهم جوج المستويات ديال الجوع. الامريكيين تيتكلموا على الفاستين اللي هو الصيام الشرعي. نعم. هنا صيام، فاستين تتعني صيام. نعم. وكاين ستارفيشن، تجويع. نعم. هذا التجويع. نعم. كاين هذا الطرق على حسب الطرق. يعني الاول نقطة المهمة في طرح السموم هي التوقف، هي الامتناع عن تناول المواد اللي يغير نمط العيش ديالو لمدة واحد اسبوع ولا اكثر. ثم انتهاج مواد طازجة. علاش طازجة؟ يعني ملي كنبغيو نطرحوا السموم الكلينس كنعملوه بالمواد الطازجة. كاين مواد ما كنطيب نطبخوهاش. كاين مواد لا تطبخ، شنو هي؟ الفواكه. فواكه او بعض السلطات. وكاين بعض الخضار اللي كناكلوها طازجة، بحال يعني هذه البنجر هذه اللي كنسموها الباربا، الخرشوف، بحال البسباس، بحال الفقوس، بحال الخيار، بحال الجزر، بحال الاشياء هذه اللي يمكننا ناكلوها طازجه. وحتى لبل الان الاوروبيين وصلوا حتى القرعيات، حتى القرعه ولو كيطحنوها خضره. نعم يعني طازجه كيعملوها عصير. هذه جيده، علاش؟ لما لا. وكاين معاهم بعض الاوراق، يعني القصبر الخضر، هذا القصبر، الكزبره، يعني هذه فريش تكون خضره. نعم. هذه تكون طازجة، تطحن مع الماء، مع المعد، ممكن كاين اللي يخلطها مع الفواكه كتعطي عصير جيد. نعم جيد مع المقدونيس. وكاين هذه الاوراق اللي خارجه دابا، يعني هذه الحلقه غادا تسمعوها الناس في الوقت جيد. نعم. كاين الاوراق اللي كتخرج مثل السلق، مثل الخبيزه، مثل الاشياء. الخبيزه ما كياكلوهاش المغاربه خضراء، ولكن السلق، هذا السلق والحميضه، ممكن الناس ياكلوهم يؤكل طازج ولا تطحن جيد هذو، لان هذو فيهم مكونات يعني هائله، هذو ممكن يطرحوا الجسم. كاين عندنا الفواكه اللي كتطرح السموم من الجسم، ولات عندنا في المغرب البابايا. نعم جيد. ولا عندنا انتاج البابايا. فعلا عندنا البابايا، وعندنا الصفرجل. نعم. الصفرجل يطرح السموم من الجسم. عندنا التفاح كذلك. نعم. التفاح يطرح. وعندنا البومبلموس، هذا الجريف روز. نعم. هذا البرتقال الهندي. هذه البومبلوموس، هذو اشياء يعني كيطرحوا، ثم يساعد على طرح السموم. نعم اكيد. ثم يعني شرب الماء. نعم. يعني الشخص خصو يشرب الماء. نعم. اما ينتهج مع الصباح ملي فيه خصو يشرب واحد لتر، ما كيفطرش 40 دقيقة. نعم. ما يفطرش 40 دقيقة، والفطور ديالو يكون اشياء بسيطة. نعم. عشاء الشاعير يكون مشربات الخضار، شاي مع خبز. ثم يبقى في اليوم ديالو، طول اليوم ديالو كله يبقى يشرب كوب كبير من الماء على رأس كل ساعة. نعم. المهم في الحصيلة اليومية خص يكون عنده فوق 3 لتر ونص من الماء، وباش يشرب الماء كثير خصو يدفيه شوية، ما يكونش بارد، يدفيه. نعم. شوية باش يشرب الماء، ويكون ماء نظيف، يعني يغلي ماء معدني، يغلي الماء في ظهره ويتسناه تيبرد، ولا ياخذ ماء معدني، ولا يصفي الماء. كاين دابا الناس ولاو عندهم هذوك المصفات. نعم. ديال الماء. نعم جيد. لما لا؟ اللي ما قدرش على الماء، الماء البارد ما تقدرش تشربه، ولكن الماء دافي تقدر تشرب منه كثير. نعم. يزيد معاه قطرات ديال الحامض. نعم. سيترون. يزيد معاه قطرات ديال الحامض، ممكن او ممكن يحليه بالعسل. لما لا؟ كان عنده العسل في اليوم ديالو ملي كيعمل ديتوكس، ملي كيعمل كلينس. نعم. خصو ياكل اشياء طازجه ما امكن، وياكل ماشي ما ياكلش، ياكل الفواكه. نعم. هادو الخضر الطازجه، ونعم في العشيه ياخذ بوطاج، هذا ياكل شربه الخضر. نعم. وياخذ عصير، ياخذ عصير الفواكه، ويستهلك فواكه. لما لا؟ لما لا؟ نعم. هذه بكثره، يعني الناس اللي عندهم امساك مثلا، الناس اللي عندهم امساك الا شربوا الماء بكثره. نعم. لتر ونص الصباح، وما يفطرش على 40 دقيقه، وفي اليوم ديالو كله يبقى يشرب الماء وياخذ فواكه، فواكه فواكه كثر فواكه، فواكه ما تضرش، ياكل غير ما يكونش فيه سكري. نعم. ما يكونش الشخص مصاب بالسكري. السكري. نعم. هذا ياخذ هذا العصير، هذا عصير الفواكه مع الخضر طازجة، وغادي يشوف بان عليا ملي غادي يشوف راسه واحد الايام غيولي طبيعي. لا، ملي غادي يمشي الامساك غادي يعرف بان الجسم ديالو جيد. فالكبد ممكن نغسلوه بعصائر بعض الاشياء ملي فيها
البيتالاين. لان البيتالاين كتعطينا الكولين. وهاد البيتالاين هذه كتمتص جميع السموم اللي كاينه في الكبد، اللي كاينه في الباربه مثلا، البنجر. عصير خضراء، باربه خضراء، ماشي مسلوقه. لان الغالبيه ديال المغاربه كيسلقوها. غير ما يكونش عنده ديابيت، لان البنجر فيه سكر. فيه سكر مرتفع. البنجر يطحن مع ماء معدني. ويشرب البنجر الباربه. وكذلك التفاح. التفاح حتى هو يزيل السموميه ديال الكبد. عندنا الجريب فروتس هذا البومبلوموس. وعندنا هذا الباباي. الباباي حتى هو جيد. هذا هو الباباي كيغسل المعده، كيساعد المعده. ولكن خصوصا دكتور الى خلطنا هاد الفواكه كلها مع الماء المعدني يعطي. اللي لقى شي حاجه يقضي بها، اللي بغى يخلط ثلاثه يخلطهم جيد. احنا المغرب عندنا الحمد لله. عندنا كاين افكار. الله سبحانه وتعالى خلق عندنا الاشياء كلها في المغرب. الحمد لله. اللي موجوده لا في الامريكا اللاتينيه ولا اللي موجوده في اسيا. هذا فضل من الله. ما عندناش الجينزين، ما عندناش الجينزين، وعندنا الشاي قليل، ما عندناش القهوه، ولكن عندنا وعندنا الترفاس، وعندنا اشياء جميله في يعني في المغرب. الوطن. نعم. حتى هذاك الجوز، هذا القرقاع الابيض، هذاك الجوز راه كاين في المغرب، راه قليل اللي عارف هذه. كاين فوق كيمدان من ناحيه ازيلان. هذا الشيء. نعم. نعم. هذا كاين ماشي لينوازيت، كاين لينوا ولينوازيت. نعم. يعني هذو عندنا احنا في المغرب هذه ما شاء الله. يعني هذا القرقاع الابيض، هذه الديتوكس، هذا يعني الكلينس، الغسل ديال الكبد ديال الاعضاء. الغسل ديال الطحال والبنكرياس، وهذا هو تقريبا الاعضاء هي تمشي سواء. هذه الطحال كيتغسل هي بالماء، تشرب الماء هي بالماء، بحال الاخوان ديالنا المغاربه اللي كيعيشوا خارج المغرب، بحال في الولايات المتحده، في كندا، في المانيا، في الدول الاسكندنافيه. هذو الى لقاو ديستيلد واتر، لقاو ديستيلد واتر كنظن يشربوا هذا عوض الماء المعدني، يشربوا هذا ديستيلد واتر، هذا الماء المقطر. نعم. وعندهم بعض المنتوجات اللي ممكن يلقاوها عندهم تما في هذه الدول هذه، مثل الجليطاتيون. نعم. يشريوا هذه الجليطاتيون، ويشريوا حتى الليبويت، هذه الاسيد ليبويك، حمض الليبويك، حتى هو كيتباع، كاين تما عندهم. وكاين عندهم الاي تي ار، هذه الايتيل ديامين تترا اسيتيك، الايتيل دي امين تترا اسيتيك، نقولها مرتين. هذا نعم. هو عندهم موجود في هذه الدول هذه، ولا كيتباع عندهم. نعم. وكاين حتى في المستشفيات، يعني كاين العيادات راه فيهم الاي دي تي اي، كاين الاطباء ممكن يستعملوه للناس هذا. نعم. يعني الكلينز ديتوكس، خصوصا علي الاطباء ملي يجيو عندهم ناس عندهم تسمم ديال المعادن الثقيله اللي ولات كثيره. نعم. ملي كيكون يجيب لي التحليله عنده تسمم ديال المعادن الثقيله، الطبيب خصو يدياليزي بعدا. نعم. خصو يغسل السيد الجسم ديالو. يعني بحال في المانيا الطبيب كيعمل دياليز عنده في العياده ديالو، كيعمل الشخص دياليز، يعني خصو يخرج ثم يعاود يحقن ليه المعادن الجيده مثل الكالسيوم ومثل المغنيسيوم، هذاك الشيء كيعاود يحقنهم ليه. هذه طريقه ممكن، يعني حتى الاطباء ديالنا ممكن يعملوا هذا الكلينس للناس. علاش؟ لان داخل في حتى هو داخل في الاشياء، الممارسات الطبيه اللي ممكن الطبيب يقوم بها بسهوله، ما عندوش مشكل. عندنا هذا الجليطاتيون، وعندنا الليبويت، وعندنا الاي دي تي اي، وعندنا حتى الدي ام اس اي، حتى هو ممكن الناس يعني يخدموا به في هذا الكيلاتاسيون. علاش؟ هذو كيخرجوا المعادن الثقيله، والمعادن الثقيله هي اللي عندنا معها مشكل. الكبريت كيكون في الكبد، هذا الاوكسيداتيف ستريس كيكون في الكبد، الكبد كيتسمم الكبريت. من قبل كنا كناكلوا القطاني مره في الاسبوع. نعم. الان القطاني يوميا. نعم. بخصوص الاطفال خاصهم ياكلوا القطاني يوميا. علاش؟ لان القطاني فيه من الموليبدينيوم. نعم. والموليبدينيوم هو اللي كيحفز الانزيم ديال السلفايت اوكسيدايز. جيد. السلفايت اوكسيديز هي اللي كتكون في الكبد. نعم. هي اللي كدير تعطي ستريس. هل الادويه تخلي والحبر. نعم، جميع الادويه عندها اثار يعني سلبي على اعراض جانبيه. نعم. ليس هناك دواء من الاسبرين حتى الاخر دواء، ليس هنا دواء ما عندوش اعراض جانبيه، ومكتوبه في البروسبكتوس، حتى الصانع يكتبها والاطباء عارفين بان كاين اعراض جانبيه. نعم. غير و الادويه ما كتكونش لمده طويله. نعم. بحال الانتيبايوتكس كيعطيها الطبيب لمده معينه، 10 ايام 15 يوم، اشياء هكذا. كاين الادويه مع هو كما قال، كاين الادويه اللي غادي ياخذها الشخص طول معاه على طول. هذه عندها سموميه وعلى المدى الطويل، بحال كنعرفوا بان الناس اللي عندهم الهايبرتانشن، اللي عندهم ارتفاع الضغط، مع كثره استعمال الاقراص ومع الاشياء هذه اللي ما كيردوش البال الاكل ديالهم، ما خصهمش ياكلوا الدسم. الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط ممنوع عليهم الشحم الحيواني، فهذو كيوصلوا في الاخير للتصفيه، الداياليز. نعم. كيوصلوا التصفيه. نعم. في الاخير تصفيه الكلى. نعم. هذه السموميه والتاثير ديال الادويه كيكون خاطئ. تاثير الادويه والناس اللي تعالجوا لمده طويله مع التلوث كياثر على الغده الدرقيه. نعم. كذلك. نعم. كثير من النساء الان عندهم الغده الدرقيه. علاش؟ لان عندهم معادن ثقيله
ولكن كاين بعض النساء اللي خذوا يعني ادويه كثيره في حياتهم، وكاين النساء اللي كانوا يتفادوا هذه الادويه اكيد، اللي عايض الرهرسات تمشي تشرب شي حاجه ولا حاجه، ما كان هذه بحال الاشياء البسيطه ممكن الناس يتفادوها. وملي كيكون عنده مرض اللي الغالب الله راه غادي بالزمن وهذيك الساعه راه يتعالج وغياخذ الدواء، هذيك الساعه ما عندنا معلومه. فهنا هاد الاعراض اللي قلت كاين اللي ما عارفش راه الجسم واخا ما عندوش سرطان، واخا ما عندوش مرض مناعي، واخا ما عندوش ما عارفش راسو راه الجسم ديالو ناقص، راه عنده تسمم. هي علاش تكلمت انا على الاعراض مثل الامساك، مثل اللي الوزن، يعني انخفاض الوزن، ملي كيبدا الوزن ديالك ينقص، ملي كتبدا تشوف الجسم ديالك بدا كينهار كيضعف، ملي كتشوف ركابيك ما بقاش تزيد بهم، الناس ما بقاوش يطلعوا السلم، هذا الدروج، يعني عندك الشعر ديال عينيك بدا تيطيح، عندك الضفران ديالك بداو شويه يعني تيحراشوا ولا كيتفلقوا، عندك النساء بدا الشعر ديالهم يتساقط، النوم ديالك غادي يولي ماشي هو ذا، ولا الناس كيديروا احلام مزعجه ولا حاجه ولا عن لانكسيتي كاين العليين، هذه كلها داخله تاثير ديال تسمم داخلي في الجسم. نعم تاثير داخلي، يعني هذا التاثير الداخلي على مستويات وما اكثر المواد السامه اللي كيتناولوها الناس يوميا. نعم. ما اكثره ان اشياء التي تاتي من تلوث خارج البيوت، هذه لا حول لنا ولا قوه، ما عندنا ما ندير. تلوث الخضر والفواكه واللحوم والمسائل هذه ما عندنا ما ندير. كاين تلوث من نوع ثاني، هذا ممكن نتحكموا فيه، تلوث في المطبخ. نعم. يعني غير طرق الطبخ. نعم. هذه القضيه ديال المقله والقضيه ديال الكوكوت والقضيه ديال المسائل، كاين اواني من الالومنيوم، كاين طرق طبخ سريعه، كاين المراعي والمطيه. نعم هي داخله لانها كتزيد مواد سامه، يعني الاكريلاميد والميلانويد والبيروكسيدات والمسائل هذه اللي كتكون، يعني حتى النيتروزامين، يعني هذو المسائل اللي كيتكونوا هذو تما كيسموا الجسم. ثم كاين اشياء يعني ثالثه كنسميها حنا هذه كنسميها اشياء مجانيه. نعم. هو السيجاره، يعني استعمال الادويه هكا بافراط، ولا كاين اللي ما مريضش، غريب ان كاين اللي ما مريضش وكيمشي للصيدليه يشري الدواء يبدا يشرب. نعم. كاين اللي ما مريضش وكيمشي ياخذ الدواء يبدا يشرب. الصيدلي يعطيني الفيتامين، يعطيني هذه كيضرني راسي، راه كنحس بهذه ديك المره خدت هذا الشيء نفسي كيكون عليه. لا علينا. الا كان اشياء موصوفه. نعم. وثابته وشخص المرض ومعروف وكذا، هذه بالعكس هذه ما غاديش تكلم عليها، ولكن الشخص اللي يتهور مع استعمال هذه الاشياء لا. نعم. لا حتى لا، من اجل هذه القضيه علاش في اوروبا وفي امريكا منعوا شراء الدواء بدون وصفه طبيه. نعم. كان يعني ممنوع منعا كليا، يعني لا يمكن الصيدلي يبيع لك شي حاجه الا المكملات الغذائيه او بعض الاشياء التي لا تدخل يعني في العلاج.